اروحوا نحكيوا على الفيتامين بي 12 ولا الكوبالامين. تبع معايا، الفيتامين بي 12 عنده دور بزاف كبير في الجسم تاعنا وفي كاع العضويه تاعنا. مثال، حيعاون ما شاء الله في لا فورماسيون تاع لي غلوبول روج، عنده دور اساسي ورئيسي في تكوين كريات الدم الحمراء، حتى الخلايا العصبيه، وحتى عنده دور كبير في الايض تاع الخلايا ولا في الميتابوليزم اللي ديروا الخلايا في كامل الجسم تاعك، عنده علاقه مع الحمض النووي، مع الاديان، وحتى مع المعلومه الوراثيه. والحاجه اللي لازم تعرفوها سيكو حنا البشر ما نديروش تصنيع تاع الفيتامين بي 12 في الجسم تاعنا، الجسم تاعنا ما يصنعش فيتامين بي 12، ما لازم ندخلوه الجسم تاعنا. وكم عنده دور بزاف كبير في الخلايا تاع الجهاز العصبي وفي الخلايا تاع الدماغ وكاع العضويه تاعنا وتكوين كريات الدم الحمراء وفي المعلومه الوراثيه، دوك لازم علينا ندخلوا الفيتامين بي 12 يوميا للجسم تاعنا. والجرعه اللي يحتاجها الجسم تاعنا يوميا من هذا الفيتامين هي 2.4 ميكروغرام، 2.4 ميكروغرام برك، كمية بزاف صغيرة بصح راهو صعيب بزاف باش تدخلها الجسم تاعك لو كان ما يكونش عندك نظام غذائي متوازن. ولو كان ينقص الفيتامين بي 12 في الجسم تاعنا وما نعاودوش نطلعوه للمستوى تاعو ونخلوه بدون علاج، واش يقدر يصرى؟ يقدر يكون عندنا فقر في الدم حاد، يقدر يكون عندنا ارهاق شامل في الجسم تاعنا كومبلي، يقدر يكون عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي وفي الامعاء، يقدر يكون عندنا تلف في الاعصاب وفي الدماغ تاعنا، ونقدروا نلحقوا لتقلبات في المزاج. تسمى مام الانسان هذاك ولا هذاك المريض يولي مستريسي، يولي دائما مقلق، يولي عنده اضطرابات في المزاج تاعو، تولي يحس بلا بريسيون، يولي ماشي ستابل بسيشيكمون. صحيح كي نلقاو في لافارماسي مكملات غذائيه فيها لا فيتامين بي 12 على شكل امبولات، سواء نحقنوها ولا نشربوها على شكل اقراص ولا حتى على شكل سيرو سبيسيالمون بور لي زونفو ولا الدراري الصغار، مي بصح وين راح نلقاوها في الغذاء تاعنا؟ تسمى في الماكله وين حنلقاوها؟ بون لا فيتامين بي 12 النسبه تاعها حتكون عاليه في الدواجن، في اللحوم، في الاسماك، وحتى في الالبان والمشتقات تاعها. مي بيان سور نقدروا نلقاوها ثاني في خضر وفواكه، باريزوم نلقاوها في البطاطا الحلوه، نلقاوها في البيطلاف، نلقاوها في لافوكا، نلقاوها مام في السلق. لا فيتامين بي 12 امنه على الجسم تاعنا، حتى ولو خدينا جرعه عاليه بزاف حتكون امنه، على خاطر الجسم تاعنا يدي واش يحتاج، ولا دوز اللي تكون زايده رايحه تطرح ولا تروح عن طريق البول، ما يعاود يخرجها الجسم تاعك مع البول، ما راحش تضر الجسم تاعك. في حاله ما اذا كانت الجرعه بزاف بزاف كبيره، وشنو هي الاعراض اللي تقدر تبان علينا؟ اعراض خفيفه كيما واش سطر في الراس، يعني صداع، غثيان، شويه دوخه، اون دياري، اسهال، يكون عندك مام فشله يعني تتعب، وتقدر مام تحس في يديك وفي رجليك شغل هكا تبيكي، شغل تنمل بصح خفيف برك، هذا ما كان. هذه هي الاعراض اللي يقدر يديرها دولوكا وناخذوا جرعه كبيره من فيتامين بي 12. قلت لك بيسكو الجرعه الزايده راهي رايحه تطرح فاسيلمون عن طريق البول. وبيان سور كاين بعض الادويه اللي يشربوها مرضى، كاين ناس عندهم امراض مزمنه باغ اكزومبل الديابيت، الناس اللي يشربوا الميتفورمين، الميتفورمين عنده سبب في نقص امتصاص فيتامين بي 12 في الجسم تاعك. الناس اللي عندهم امراض في الجهاز الهضمي تاعهم والطبيب يقول لهم شربوا لوميبرازول اللي هو انيبيتور دو لا بومب ابروتون، يعني يخلينا مضخات البروتون تنقص الخدمه تاعها في المعده تاعنا. الناس اللي عندهم الحريق ويشربوا كل يوم لوميبرازول مع صباح الفراغ، هذا ثاني راح ينقص من الامتصاص تاع الفيتامين بي 12 في الامعاء وفي الجهاز الهضمي تاعك. حتى الناس اللي يستعملوا لاكولشيسين، عندهم لاغوت، يستعملوا لاكولشيسين اللي هو مضاد التهاب، يستعملوا جينيرالمون باش نخفوا الاعراض تاع النقرص ولا تاع لاغوت، حتى هو ينقص لنا من الامتصاص تاع الفيتامين بي 12. واسكع بالكم حتى لا فيتامين سي، الناس اللي يحبوا يشربوا لا فيتامين سي باش يطلعوا المناعه والانرجي، الفيتامين بي 12 يخلي ثاني الفيتامين سي يخلي ثاني الفيتامين بي 12 ناقصه في الجسم تاعك. دونك دو بريفيرونس نبعدوا بين الفيتامين بي 12 واي دواء ولا اي فيتامين واحد اخر اللي حنشربوه بساعتين، سيتو لا فيتامين سي.